السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا الكرام ومعلمينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. النهاردة بمشيئة الله هتكلم معاكم بشيء من التوضيح عن منصة زوم. منصة زوم وإزاي إنك أنت تقدر تستخدمها في عمل لقاءات أو اجتماعات بينك وبين الطلاب، أو إنك أنت تقدر تستخدمها في عمل دروس بث مباشر وغرف افتراضية أو قاعات افتراضية بينك وبين الطلاب. طبعا أول خطوة إنك أنت هتحمل برنامج زوم. برنامج زوم طبعا هو عبارة عن تطبيق موجود في الأب ستور وموجود كذلك في الجوجل بلاي، وكمان هو عبارة عن برنامج بيشتغل على نظام الويندوز وبيشتغل على الماك، يعني هو بيشتغل على كافة الأجهزة اللي ممكن تكون متوفرة عندك. الآن بعد ما تحمل برنامج زوم وتسطبه، هي دي الأيقونة بتاعته، هنبدأ نضغط على هذه الأيقونة. هذه الأيقونة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الواجهة الداخلية أو بداية أول صفحة في برنامج زوم، فيها اختيارين اتنين: جوين أ ميتنج أو ساين إن. طبعا جوين أ ميتنج دي خاصة بالمتدربين أو خاصة بالطلاب، اللي هو الطالب اللي أنت أرسلت له الأي دي بتاع الميتنج بتاعك هيدخل جوين أ ميتنج، هيطلب منه إنه يدخل الأي دي وبالتالي يضغط هنا عند جوين فيكون هو موجود معاك في القاعة بتاعتك اللي أنت أطلع. طبعا الاختيار ده ما يهمناش كثيرا، اللي يهمنا الاختيار الثاني اللي هو ساين ان. طبعا ساين ان لو انت ليك حساب اصلا على زوم هتدخل الايميل والباسورد بتوعك، لو ما فيش ليك حساب ولسه بتنشئ حساب جديد هتضغط هنا تحت اللي هي ساين اب فري. وطبعا طريقة التسجيل في برنامج زوم زيه زي اي برنامج تاني، هيطلب منك الايميل وهيبعت لك رسالة تأكيد على الايميل، هتعمل عملية تأكيد للرسالة وبعد كده اللي هي اكتيفيت يعني للاكونت بتاعك، وبعد كده هتدخل الباسورد اللي انت عايزه واصبح لك حساب. انا طبعا لان لي حساب اصلا على الزوم فانا هدخل مباشرة هكتب الايميل بتاعي وبعدين هدخل الباسورد اللي انا اصلا مسجل بيهم في موقع زوم او في برنامج زوم، وهقول له ساين ان. مجرد ما هتدخل او هيعمل لك ساين ان، هتكون ديت الصفحة الرئيسية او الواجهة الرئيسية بتاعت برنامج زوم، هنتعرف عليها واحدة واحدة. طبعا هنا الهوم الصفحة الرئيسية، الشات ما بينك وما بين الأعضاء اللي موجودين معاك اللي هم الكونتاكتس اللي معاك، الميتنجز اللي ديت هنتعلم ازاي نفعلها بعدين اللي هي انك انت تعمل اجتماعات مجدولة، الكونتاكتس اللي هم الأشخاص الموجودين معاك، وطبعا في الطرف هنا ده اسمك وفي حسابك والأكونت بتاعك وكل معلومات الحساب بتاعك. طيب هنبدأ الأول، أهم شيء عند الأربع أيقونات دول تعالوا نتكلم عنهم واحدة واحدة كده. أول واحدة اللي هي النيو ميتنج. النيو ميتنج ديت هي بتستخدم ازاي؟ هي بتستخدم لعمل اجتماع لمره واحده فقط، يعني اذا انت ضغطت عليها هو هنا طبعا اول شيء هتظهر لك صورتك انت كمدرب، انك انت بتتواصل مع الطلاب من خلال فيديو مرئي. ممكن طبعا نقفل هذا الاختيار اللي هو ستوب فيديو، بحيث انك انت ما تظهر صورتك الا في الوقت اللي انت تحدده واللي انت تكون عايزه من وقت المحاضره، انك ترجع تشغلها مره ثانيه، تمام. لكن اقول هذا الاختيار بيستخدم لمره واحده فقط، يعني بيتولد لك هنا اي دي اللي ظهر امامك فوق، بيتولد اي دي جديد كل مره، فبالتالي هو محاضره لمره واحده فقط او لعقد اجتماع واحد فقط. طبعا ديت انت مش عايزها، طبعا احنا عايزين يا استاذنا نعمل قاعه ثابته او غرفه ثابته مجدوله باي دي ثابت عندي، احدد فيه تواريخ معينه للدخول وساعات معينه لالقاء المحاضرات، الطلاب يعرفوا التاريخ والتوقيت ويدخلوا فيه، اكون انا جاهز بالبث بتاعي. فطبعا ديت هنجيبها من الاختيار، طبعا نعمل هنا اند ميتنج، هنجيبها من الاختيار الثاني اللي هو عباره عن الاختيار اللي هو سكيدجول اللي هو جدوله، اللي هو الاختيار ده عبارة عن جدولة المواعيد. طبعا هنا جوين اللي هو انت كمتدرب، انت من حسابك عايز تدخل على محاضرة او قاعة او اجتماع مثلا مع مديرك في العمل، بتدخل بيكون هو ارسل لك الاي دي الخاص بالميتنج بتاعه وانت بتدخله، بتدخل انت كعضو او كمتدرب او كدارس عند الاخ الثاني اللي هو انت تكون مدخل الاي دي بتاعه. طيب المعلومه الثالثه او الايقونه الثالثه دي اللي تهمني اصلا، وهي دي اللي انا على اساسها عامل الفيديو النهارده، بحيث ان احنا نتعلم ازاي نجهز غرفه او اكثر من غرفه طبعا مجدوله بتواريخ محدده بساعات محدده بموعد محدد للطلاب، باهم شيء من ده كله باي دي ثابت، اي دي ثابت، مش كل مره او كل محاضره هيتغير الاي دي بتاعك. هنضغط طبعا عليها واحده واحده كده نحاول نفهمها. لما هنضغط عليها هنا فوق في الاعلى
هتكتب اسم الميتنج بتاعك او اسم الكورس او اسم المحاضرة اللي انت عايز تقدمها للطلاب. هكتب انا مثلا رياضيات الصف مثلا الثالث الثانوي مثلا، اكتب فيزياء، اكتب كيمياء، اكتب الكورس اللي انت هتقدمه، الدورة اللي انت بتقدمها، سواء بتقدم دورة في الايلتس او بتقدم دورة في مثلا الفيجوال بيزك او بتقدم دورة مثلا في الفوتوشوب، اي كان الكورس اللي انت بتقدمه بتكتب العنوان بتاعه فوق، بحيث ان المتدرب او الطالب اللي داخل عندك القاعة هيكون عارف هو داخل يدرس ايه بالضبط. طيب بعد كده الاختيار اللي بعد كده بيقول لي ستارت، انت عايز تبدأ امتى؟ طبعا هنا ممكن تختار اي تاريخ، يعني مش محددة بموعد محدد، ممكن تختار اي تاريخ في اي شهر في اي موعد مستقبلي، تختار التاريخ اللي انت عايزه. انا هقول مثلا انا هبدأ بكرة، هخلي القاعة بتاعتي تبدأ بكرة، الدرس بتاعي هيبدأ بكرة مثلا، هبدأه الساعة، طبعا في الخانة هنا هنحدد التوقيت او الساعة اللي هنبدأ فيها، هقول مثلا هبدأ بكرة الساعة 10 صباحا. طيب المدة بتاعت المحاضرة بتاعتي، احنا في الخطة المجانية اللي معانا لبرنامج زوم اقصى مدة للمحاضرة هو 45 دقيقة، فانا مثلا هختار 45 دقيقة، اذا المدة هتكون من 10 صباحا الى 10:45 دقيقة صباحا، هيكون ده موعد القاء المحاضرة بتاعتي او موعد شرح الدرس بتاعي. طبعا هنا تحديد المنطقة الزمنية، طبعا احنا مقيمين في المملكة العربية السعودية، فهو جايب لي المنطقة الزمنية اللي هي منطقة الرياض، دي ممكن نعدلها باي شكل او باي مكان انت موجود فيه حسب الموقع اللي انت موجود فيه، عشان يكون الموعد محدد مظبوط حسب التوقيت اللي هو الساعة اللي انت هتكون محددها هنا. تمام. طيب هنيجي هنا على ميتنج اي دي، نركز هنا مهمة جدا. طبعا الاختيار الاول اللي هو انت عايزه اوتوماتيكلي، لا انا مش عايزك تطلع لي اي دي اوتوماتيكلي، انا عايزك تديني الاي دي بتاعي انا، اللي هو الاي دي بتاع الميتنج بتاعي الخاص بي انا، اللي هو 26802459965، ده هيكون هو الاي دي الثابت لجميع المحاضرات ولجميع الدروس ولجميع الشروحات اللي انا هقدمها من خلال هذه القاعه الافتراضيه او من خلال هذا الفصل او من خلال هذه الغرفه، وبالتالي الطالب انت هترسل له الاي دي ده مره واحده فقط، وهو كل مره مع موعد المحاضره او موعد الحصه هيكتب نفس الاي دي وبالتالي هيكون متواجد معك. هنا بيقول لي ريكواير ميتنج باسورد، ده لو انت عايز تعمل باسورد محدد للطلاب بحيث ان هو بعد ما يدخل الاي دي لازم كمان يدخل الباسورد عشان يشترك معاك في القاعه، لكن طبعا الخيار ده انا هلغيه، انا هكتفي فقط بان ابعت الاي دي للطلاب. الان المرحله اللي بعد كده بيقول لي الفيديو، الفيديو بتاعك اللي انت تتحكم فيه هتخليه كهوست، كمضيف انت الهوست يعني المضيف اللي هو صاحب الغرفه، هتخليه اون ولا اوف؟ طبعا يفضل انك تخليه اون بحيث انك تبقى انت المتحكم في الغرفه، متحكم في سير الدرس بتاع الغرفه، تكون انت بيدك السلطه في التحكم مع المتدربين بتوعك. النوع الثاني اللي هو المتدربين، هتخليهم ليهم تحكم معاك ولا هتلغي التحكم بتاعهم؟ طب انا هلغيه الان وبعد كده ممكن داخل الغرفه افعله، ان انا افعل الصوت لو حد من الطرف الاخر عايز يشارك بمشاركه صوتيه او ان هو عايز يكتب شيء معين ممكن انا اسمح له بعد كده، لكن الان انا هخليها اوف او هلغيه. الخطوه اللي بعد كده الاوديو اللي هو الصوت، بيقول لي انت هتختار صوت منين؟ طبعا انا مختار من الكمبيوتر اوديو لان انا شغال على اللابتوب، انت براحتك انت بقى لو انت شغال البث بتاعك من التليفون هتختار التليفون او انك انت تختار من الاثنين ايا كان. الان هنضغط على سكادجول اللي هي جدوله، انا كده خلاص هجدول بالمواعيد اللي ظهرت امامي الان، هو الان بيحاول يعمل لها عمليه جدوله، ده طبعا مطلع لي سامي شعبان is inviting you to schedule room، ده الدعوة اللي انت هتبقى ارسلتها للطالب، مديله عنوان الكورس اللي انت هتقدمه، مديله التاريخ ومديله اللي هو الساعة، التاريخ والتوقيت يعني، وده الاي دي اللي هو هيدخل بيه. انت ممكن طبعا هعمل له كوبي تو كليب بورد، انا هنسخ الرسالة دي بحيث ان انا لو عايز ابعتها للطالب بعد كده في ايميل او في عبر الواتساب او اي شيء. بعد ما انا انشاتها الان، لو انا جيت هنا على، تعالى معايا فوق هنا، لو انا جيت هنا على ميتنجز اللي هي اللقاءات اللي انا عامل لها اعداد، هتلاقي اللقاء اللي احنا كنا بنعده من شويه ظهر عندي خلاص، اللي هو رياضيات الصف الثالث الثانوي، طبعا ده الاي دي الثابت اللي هيبقى اللي يرسل للمتدربين عندك، الميتنج اي دي
اللي هو بتاعنا دوت. التوقيت طبعا الساعة 10 لحد 10:45. هنا طبعا لو انا عايز كوب انفيتيشن، انا عايز اعمل دعوه، لان انا لسه ناسخها من شويه، عايز انسخها مره ثانيه عشان ارسلها لاحد الطلاب. هنا طبعا لو انا عايز احرر او اعمل عمليه تحرير او تعديل في التواريخ او في الساعات او في التوقيتات اللي انا اشتغل فيها. هنا طبعا لو انا عايز احذف الميتنج اساسا. تمام، يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نجدول الميتنج يكون ثابت عندي بحيث ان هو يصل الى جميع المتدربين. طيب الان انا هعمل ستارت ميتنج. طيب واحد يسالني يقول لي يا استاذ انت عامل الميتنج بكره هتبداه الان؟ ما في شيء يمنع انك تبداه الان الميتنج بتاعك، لكن كونك انك انت تبداه في الموعد المحدد اللي انت محدده اللي ارسل فيه للطلاب، هو ده الافضل بحيث ان يكون العدد اللي انت محتاجه من الطلاب او من المتدربين يكون موجود معاك داخل الغرفه. لكن انا هعمل الان ستارت بس عشان نشرح لكم بعض الاشياء داخل الميتنج. هنقول بسم الله ستارت ميتنج. طبعا كالعاده هيظهر الفيديو بتاعك في البدايه، فيديو التصوير بتاعك، هتقدر انك انت تقفله زي ما احنا اتفقنا مع بعض من هنا. قفلت الفيديو بتاعك بس انت بعد كده تشغله في اي توقيت. هنتعلم بقى شويه اشياء هنا كده. خلي بالك هنا الاوديو ممكن تعمله ميوت بحيث انك انت تقفل الصوت الخارجي لو انت عايز تتكلم مع احد جنبك او بتاع، بحيث ان الصوت ما يوصلش، او انك انت خلاص هتشغله او هتفعله مره تانية. الصوت عندنا نوعين، ممكن تتكلم من الميكروفون زي ما انا بتكلم الان اللي هو المايك الخاص باللابتوب او السماعات الهيدفون اللي هتبقى انت لو انت بتستخدم الهيدفون، او انت ممكن تستخدم السيستم بتاعك اللي هو الصوت الخارج من النظام نفسه، الصوت الخارج من النظام اللي هو لو انت بتعرض فيديو صوتي او عرضه فيه صوت وعايز الطلاب يسمعوه، ممكن تختار ان الصوت يوصل لهم من عن طريق الجهاز اللي انت شغال من عليه. طيب هنا الدعوه، طبعا ده الفيديو انك انت تشغله او تقفله. هنا الانفايت انك تعمل دعوه، خلاص احنا ارسلنا الاي دي للطلاب فمش محتاجين نعمل دعوه اضافيه. هنا طبعا اللي هي اداره الموجودين، يعني اداره الناس اللي موجوده معاك، هتعمل لهم ايه؟ هم هنا، هم طبعا هنا مفيش حد خالص غيرك انت، طبعا غير انا بس لان مفيش حد داخل معايا في التدريب. لكن لو انت عملتها هيظهر عندك هنا كل المتدربين بتوعك، تقدر من خلالهم انك انت تتحكم في الصوت وتتحكم في الفيديو بتاعهم، بحيث انك انت تمنع الصوت عن احدهم، عن واحد فيهم، او تمنع الفيديو عنه، او ان هو لو طلب انه يدخل بمداخله صوتيه تفعلها له. وطبعا ديت لما يكون معاك متدربين هتظهر اسمائهم كلها هنا مع ايقونه الصوت وايقونه الفيديو اللي ظاهره امامك الان. طيب الايقونه، خلينا نخلي دي للاخير. الايقونه هنا اللي هي الشاتنج، اللي هي ازاي تعمل شات ما بينك وما بين المتدربين. طبعا شات عادي جدا زي اي برنامج شات، هتكتب الرساله اللي انت عايز ترسلها لهم، مثلا اي رساله انت عايز ترسلها لهم، بحيث انك انت من خلال الرساله دي هتبعتها لهم هتروح. فهو بيقول لي طيب هي هتروح لإيفريوان، يعني الجميع اللي موجودين هيقرؤوها. طب لو انت عايز تحدد شخص بعينه انك انت تحدد له الرساله، لو انت عايز توجه رساله لشخص بعينه موجود معاك داخل الميتنج بحيث ان كل اللي موجودين ما يشوفوش الرساله، طبعا تقدر انت تختارها من هنا انك انت من خلال هذا السهم. طبعا الان لان ما فيش اسماء معايا مش ظاهره، لكن من خلال هذا السهم هتختار الاسم اللي انت عايز تبعت له رساله خاصه بيه. كذلك احنا ممكن نبعت اشياء اخرى غير الرسائل الكتابيه، ممكن نختار فايل. الفايل ده ممكن نختاره من الدروب بوكس، لو انا عندي ملف معين على الدروب بوكس سواء ملف وورد او بي دي اف وعايز ارسله للطلاب او حتى باوربوينت، او ان انا اختاره من المايكروسوفت وان درايف او من الجوجل درايف او مثلا من اي بوكس موجود عندك او اي مساحه تخزين موجوده انت شغال عليها، او اصلا من على الجهاز يور كمبيوتر. ممكن تعمل تصفح او براوز من الكمبيوتر بتاعك وتحدد ملف محدد انت عايز ترسله للطلاب. طيب الايقونه اللي بعد كده دي مهمه جدا، وهي ايقونه الريكورد. ريكورد ديت اذا انت ضغطت عليها وفعلتها فمعناها انك انت هتسجل المحاضره اللي انت بتاديها للطلاب صوت وصوره، هتتسجل المحاضره معاك صوت وصوره، بحيث انك انت الان ضغطت عليها. طبعا التسجيل الان شغال، ريكوردنج الان التسجيل شغال. المحاضره انت بتسجلها، ايه الهدف من تسجيلها؟ اهداف كبيره. ممكن بعض الطلاب ما قدرش يدخل معاك وانت عايز تدي له الماده العلميه اللي تم عرضها داخل المحاضره، فهو بيسجل لك المحاضره فيديو صوت وصوره، بتقدر بعد كده انك انت ترسله للمتدربين اللي ما قدروش ان هم يحضروا معاك، او انك انت حتى ترفعه على منصه اليوتيوب. طيب نرجع للنقطه، طبعا الرياكشنز دي التعبيرات اللي هي اللي انت ممكن تستخدمها مع المتدربين. طيب هنبدا الان نرجع لهذه النقطه اللي انا كنت اجلتها للاخير، اللي هي شير سكرين، ودي مهمه جدا 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 عايزين نركز فيها. لما نضغط عليها هيفتح لي القائمه هذه. من خلال هذه القائمه انا ممكن اعمل مشاركه للديسكتوب بتاعي اللي موجود عندي
على الكمبيوتر او حتى لو شاشة التليفون، لو انت شغال على تليفون انا هعمل مثلا مشاركة لشاشة اللابتوب، بحيث ان لو انا عندي عرض باوربوينت مثلا عايز اعرضه للطلاب، وليكن خلينا نعمل تجربة كده، انا خلاص دخلت الان، هو الان خلاص بيعمل لي شير للديسكتوب، يعني الديسكتوب الان معروض عند المتدربين. مثلا انا عندي باوربوينت، وليكن باوربوينت زي الباوربوينت اللي امامي الان، وعايز اعمل عرض للطلاب بحيث ان هم يشوفوه، فاقدر ان انا بكل بساطة اقدم العرض بتاعي واقدم السؤال وابدا اشرح للطلاب من خلال العرض الموجود عندي احنا هنقدر نعمل ايه من خلال الماده العلميه. طبعا ممكن يعني ده يكون اوقع في اذهان الطلاب ويقدروا يفهموا، او المتدربين ويقدروا يفهموا بشكل اوضح. طيب لو انا عايز خلاص الان هعمل ستوب شير، بوقف الشير اللي هو الشير، طبعا ستوب شير مش ستوب ميتنج، الميتنج مازال موجود، لكن انا وقفت الشير اللي هو بتاع الشاشه، الشاشة بتاعتي اللي انا كنت بشارك خلاص قدمت الجزء اللي انا عايز اقدمه منها ووقفته. طيب النوع الثاني اللي هو الوايت بورد، طبعا ده لو انت عايز تشارك سبورة بيضاء مع الطلاب هتكون بالشكل الظاهر امامك الان، ومن خلالها تقدر انك انت تكتب اي شيء، مثلا انت عايز تحدد تكتب اي شيء معين للطلاب، عايز ترسم اي شيء، عايز مثلا تكتب لهم نص، تختار التكست وتكتب نص عادي خالص من خلال الكيبورد مثلا. هنا الدرو لو انت عايز ترسم شيء معين، عايز ترسم له مثلا ريكتانجل او مستطيل مثلا، عايز ترسم دائرة، عايز ترسم اي شيء معين توضيح ليهم يظهر امامهم تماما. وطبعا لو انت مدي سماح للطلاب ان هم يشاركوا معاك، ممكن الطالب يشارك معاك هنا ان هو يرسم معاك، او ان هو يحدد حلول معاك معينة في بعض اسئلة تكون انت عارضها عليهم. هنا اللي هي سبوت لايت، انا ممكن اختار نقطة مضيئة كده بحيث ان انا يعني تدي اثارة انتباه لموقع الماوس، بحيث ان الطالب ينتبه معايا لو في نقاط معينة انا عايز اشير اليها. طبعا هنا الفورمات اللي هو ازاي اتحكم في حجم الخط ولونه ونوع الكتابة، والاندو والرايد والريدو اللي هو انك انت تروح خطوة للخلف او خطوة للامام، طبعا نفس الافكار الموجودة في الوورد تماما. هنا سيف لو انا عملت شيء معين هنا كده وعايز احفظه عندي على الجهاز. هنا كلير، الكلير بيقول لي كلير اور دروينجز، انت عايز تمحي كل الاعمال والرسومات اللي تمت، ولا الخاصه بيك انت بس، ولا الخاصه بالاخرين، لان قلت لك ممكن بعض الطلاب يشاركوا معاك. لا خلينا نقول كلير اور دروينج، احنا خلاص قفلنا. هعمل هنا ستوب شير، يبقى انا كده خلاص وقفت الشير بتاع الوايت بورد. بهذه الصوره او بهذه الطريقه هتكون انت جدولت المحاضرات بتاعتك، هتكون اتعلمت، او يعني ان شاء الله تكون اتعلمت معانا الان ازاي اصلا تقدم عروض وشروحات باستخدام برنامج زوم. البرنامج جدا جدا رائع، انا حاولت اقدم بشكل سريع كده النقاط المهمه جدا داخل الدرس او داخل منصه زوم، اللي هتغنيك ان شاء الله عن انك انت تدور على اي فيديوهات تانية بتشرح زوم. الدور عليك انت بقى انك انت تحاول تدرب نفسك، وتحاول انك انت تشتغل بشكل اكبر في الموضوع، وان شاء الله تقدر تبدع وتطلع يعني ابداعات. الان انا هعمل اند ميتنج، اند ميتنج نهايه. بيقول لي طيب انت عايز اند ميتنج فور اول، يعني هتنهي الميتنج للجميع، ولا انت هتغادر وتسيب باقي الاعضاء اللي موجودين معاك داخل الميتنج؟ طبعا اند ميتنج فور اول، انا الان بنهيها. شوف ايه اللي هيحصل الان، اللي هيحصل الان هو بيحاول يسيف الجزء اللي هو سجله، الجزء اللي هو سجله لما انا عملت له ريكورد المحاضره، بيحاول الان هو يحفظها لي على هيئه ملف فيديو، بحيث ان انا بعد كده اقدر استفيد بيه بان انا ارسله للطلاب زي ما قلت لك، او ان انا اقدر استخدمه في اي مكان زي منصه اليوتيوب او اي مكان، او يكون عندي زي يعني ماده ارشيفيه للمحاضره اللي انا قدمتها للطلاب. الفيديو هيحفظ تلقائيا في الدوكومنتس اللي هي هيكون موجود هنا في الدوكومنتس داخل الزوم. يعني كده نكون يعني وصلنا لنهاية درسنا، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم به، وأن يكتب لكم التوفيق والنجاح والسداد، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني دعائكم، فلا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.